إذا الوقوف عند فشل البرلمان مجددا في تمرير قانون الانتخابات بشكل كامل واحتفاء نواب تحالف سائرون بالتصويت المنقوص على القانون. ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، أهلا بكم. تحالف سائرون التابع للتيار الصدري احتفى وهتف للإصلاح بعد التصويت المنقوص على قانون الدوائر الانتخابية، لكن هل سيجلب هذا القانون الإصلاح المرجو للعراق الجديد بحسب وصفهم؟ تحية لكم ولمشاهديكم الأكارم، وبالمناسبة أحيي ثوار تشرين في مسيرتهم الظافرة من أجل تنفيذ كل المطالب التي خرجوا من أجلها. أما بالنسبة لما يسمى بجلسة البرلمان الأخيرة فإنها هي مهزلة المهازل، لأن هذا القانون أراد به مجموعة من الكتل الموجودة داخل البرلمان من سائرون وغيرها تفصيله على مقياسهم لكي يجددوا مرة ثانية تواجدهم في البرلمان، ولكنهم هيهات أن يحصلوا على ما يريدوه. وبذلك أن القوى الوطنية وقوى الشعب العراقي في الداخل هي حريصة كل الحرص على كنس هؤلاء وإقامة نظام يأخذ بها المواطن العراقي حقه المشروع في انتخابات نزيهة وحريصة على وجود عناصر جيدة تمثلهم، وهذا لا يتم إلا بعدم وجود مثل هذا البرلمان الذي يريد أن يهيئ الأجواء لمثل هذه التكتلات الموجودة داخله. دكتور، لو أخذنا رأي الخبراء حيث يعني أكدوا أن موضوع اتفاق الكتل السياسية الكبيرة على الدوائر الانتخابية الصغيرة يعني جعل البرلمان الحالي حكرا على الأحزاب الكبيرة التي تهيمن على المشهد السياسي برمته، هل أصبحنا اليوم أمام واقع لا مفر منه وهو بقاء ذات الوجوه الحاكمة في سدة الحكم؟ بالتأكيد إذا جرى التصويت على هذا القانون فهم يأخذون راحتهم في الانتخابات ويدوروا نفس الوجوه ووجوه أخرى من نفس التوجهات التي هي حكمت العراق خلال 17 عاما ولم تقدم شيئا، وبذلك هم حريصين. وهذا ما نراه دائما بالتأكيد، حتى أنهم بالموافقة مع الكتل الكردية الموجودة داخل البرلمان أو الكتلة الكردية الموجودة داخل البرلمان على أساس الاتفاق حول قضية الانتخابات التي ستجري في هذا في ظل هذا القانون مع مدينتي الموصل وكركوك، تمهيدا لما يريدونه بحل المشكلة على أساس أنه هناك أجزاء مختصبة وكأنه من هذا البلد العظيم الذين يريدون تقسيمه. دكتور، إلى أي مدى تتفق أن قانون الانتخابات الجديد يمثل ترسيخا للطائفية في العراق؟ بالتأكيد، لأنه هم يريدون هذا، وعلى هذا الأساس يبنون هذه المواد الذي يدخلوها بالتصويت الشكلي الذي يجري على فقرة من هذا القانون على أساس أنهم يأخذون حصتهم من هذه الدوائر الانتخابية الذين يريدون بها تواجد عناصر من هذا الحزب ومن هذه الميليشيا وغيرها المتواجدة داخل هذا البرلمان الشكلي. وأعتقد وبتقديري البسيط المتواضع أنه لا حل إلا بحل هذا البرلمان، لأن هذا البرلمان أصبح هو المعيق الأساسي لكل ما يجري من مطالب جماهيرية يؤكد عليها المنتفضون الثوار في ساحات التحرير. وهذا مطلب أساسي، أنه في خروج هذه الزمرة المتواجدة داخل البرلمان سوف يؤدي إلى نتائج
هي الأفضل في إيجاد حكومة وطنية نزيهة شفافة لا مكان للصوص وسارقي المال العام. من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لكم.